مساء الخير مشاهدي العربية، وأهلا بكم إلى التاسعة معي ليا الاختيار. أبدأها وأستهلها بأبرز العناوين. ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. في كلمة الدقائق الست، الصدر ينزع فتيل التدهور في العراق ويحذر أنصاره من التماثل بميليشيات وصفها بالوقحة. أن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني. الرئيس العراقي يدعو لانتخابات مبكرة كمخرج للأزمة ويطالب الإطار التنسيقي بالتواصل مع الصدر. البحرية الأمريكية تحبط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة بالخليج وتصف تصرفات الحرس الثوري بالصارخة. المياه تحول باكستان إلى بحر واسع وتكاليف إعادة البناء 10 مليارات دولار. أنهت كلمة من 6 دقائق فقط لزعيم التيار الصدري التدهور في العراق بعدما أمهل أنصاره 60 دقيقة لوقف كل الاحتجاجات منددا باستخدامهم العنف. الصدر قدم اعتذاره من الشعب العراقي وقال مخاطبا أنصاره إن ثورة فيها سلاح ليست بثورة، محذرا أنصاره من التماثل بميليشيات وصفها بالوقحة أعطت أوامر بإطلاق الرصاص. هناك ميليشيات وقحة، نعم هناك ميليشيات وقحة، بس لا يجب أن يكون التيار أيضا وقح. أنا لا زلت أؤمن أن التيار منضبط ومطيع، ولذلك خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. مظاهرات سلمية ماشي، لا مو ماشي، حتى مظاهرات سلمية بعد ما ريت. وطني بعدما كان أسيرا للفساد هو الآن أسير للفساد والعنف معا، والعنف أسير الفساد وأسير العنف مع شديد الأسف. أنا كنت أأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان بالأيدي بالقلوب الصافية بالقلوب المحبة لوطنها، مو تروح تركض على الرصاص على القاذفات وعلى الهاونات. بئست الثورة هذه، بعد شو تريد؟ بئست الثورة. أتبرأ من عناصر التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من البرلمان خلال 60 دقيقة. نداء جاء من الصدر لتهدأ بغداد بعدما كادت تنزلق إلى حرب أهلية، فتحولت العاصمة العراقية إلى ساحة حرب خلال الساعات 24 الماضية وحبست أنفاس العراقيين. ولكن كيف كان المشهد؟ المنطقة الخضراء شهدت أسوأ قتال منذ سنوات على وقع استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة منها الهاون والكاتيوشيا. خريطة الاشتباكات بدأت هنا في ساحة التحرير على مداخل المنطقة الخضراء ووصلت إلى جسر الجمهورية ومن ثم بوابة الدفاع وبوابة التشريع. المواجهات امتدت أيضا إلى مبنى البرلمان وصولا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. في منطقة الاشتباكات هذه تمركز عناصر سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، حيث اشتبكت مع مجموعات مسلحة تتخذ من عمق المنطقة الخضراء مكانا للمواجهات، حيث نشرت وحدات مدرعة من الفرقة 9 للجيش داخل المنطقة الخضراء، فيما شددت عمليات بغداد التفتيش عند مداخل العاصمة لمنع دخول الأسلحة والمتفجرات، وسمحت فقط بمرور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والطبية بعد تفتيشها. هذه المواجهات امتدت أيضا إلى محافظات البصرة وميسان وذي قار.
من بغداد ينضم إلينا مراسل عربية سامر الكبيسي. سامر، كيف هي صورة الهدوء الحذر بعد انسحاب الصدريين والحشد من المنطقة الخضراء؟ في البداية مساء الخير ليال. هدوء يعم العاصمة بغداد بعد صباح كان فيه اشتباكات مسلحة استخدمت فيه طبعا مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. الآن الأجواء هادئة في العاصمة بغداد والحياة بدأت تعود شيئا فشيئا إلى أرجاء العاصمة بغداد في جانبي الكرخ والرصافة. فيما يخص المنطقة الخضراء، الأجواء هادئة داخل المنطقة الخضراء والانتشار الأمني المعتاد لعناصر الفرقة الخاصة المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء في محيط المنطقة الخضراء. تنتشر بعض القوات الأمنية المتمثلة بالشرطة الاتحادية وبعض القطاعات التابعة لوزارة الدفاع العراقية. الأجواء أكثر هدوءا من أي وقت مضى خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى انسحاب أنصار التيار الصدري من مبنى البرلمان وكذلك الباحات الخارجية وحتى المناطق المحيطة والساحات. تم الانسحاب بشكل تام بعد دعوة من مقتدى الصدر لأنصاره بالانسحاب من البرلمان وكذلك محيط البرلمان. نتحدث الآن عن أجواء هادئة على مستوى الشارع، لكن على مستوى السياسة ربما كلمة الرئيس العراقي برهم صالح وضعت بعض النقاط على الحروف، هي لم تكتمل حتى هذه اللحظة. يتحدث عن مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتكون خارطة طريق للقوى السياسية، لكن لا نعلم هل سيعود التيار الصدري بالكتلة الصدرية أو حتى ممثل عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للدخول في هذه المبادرة وبالتالي الوصول إلى أرضية مشتركة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، ومن ثم طبعا الذهاب إلى البيت السني والبيت الكردي المتمثل طبعا بالاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لم يتفق حتى الساعة على اسم لرئيس الجمهورية أو حتى شكل الاتفاق بين الطرفين من أجل الذهاب باسم لبغداد. لكن أيضا على مستوى الإطار التنسيقي كان بيانه اليوم يعني يؤكد على إعادة الجلسات للبرلمان العراقي، ومن ثم بعدها ربما سيكون هناك تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها الإشراف على الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، أو سيكون هذا الاجتماع والجلسات المقبلة للاتفاق على كيفية حل هذا البرلمان وعقد انتخابات جديدة ربما في العام المقبل في أقرب الأوقات. شكرا لك سامر على هذه الرسالة. على كل حال سنكون معك في حال ورود أي جديد من هناك. شكرا مراسل العربية، حدثنا من بغداد. وخلال الاحتجاجات هتف المتظاهرون ضد إيران وأسقطوا صور قاسم سليماني. وين؟ ها؟ وهذه المشاهد مشاهدينا لانسحاب أنصار الصدر من المنطقة الخضراء وفض الاعتصام.
ومن بغداد ينضم إلينا الدكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية. أستاذ عصام، يعني لو رجعنا الأزمات السابقة في العراق خصوصا يعني تحديدا في حكومتي العبادي وعادل عبد المهدي، نرى أن كل الأزمات والانسداد كانت تكون عبر تقديم تنازلات من مختلف الأفرقة. اليوم بعد تصريح الإطار التنسيقي منذ ساعات على ما يبدو أنهم ما زالوا على نفس الموقف، هل التيار الصدري مستعد لتقديم تنازلات؟ نعم، في البداية تحية لك ليال ولكل من يتابعنا. أنا أعتقد من يتابع تغريدة السيد مقتدى الصدر وحتى خطابه اليوم كان يؤكد تماما على مسألة أساسية ومهمة، أن كان هدفه الأول هو موضوع حقن الدماء، لكن في مواضيع الأخرى السياسية أنا أقول ربما يكون برز في خطاب السيد برهم صالح الذي أكد تماما على قوة حضور التيار الصدري حتى وإن لم يكن له تمثيل في البرلمان أو المشهد السياسي. ولا تستطيع أي قوة أن تتجاوز التيار الصدري كقوة جماهيرية فاعلة، وكلنا يعلم تماما أن ما تحدث به السيد مقتدى الصدر أعقبه خطاب لوزير الصدر السيد محمد صالح العراقي، فقال لن يهنأوا الفاسدون في هذا الاتجاه. وبالتالي أقول في داخل الإطار التنسيقي هنالك أصوات تؤكد حقيقة، وهنا أتحدث عن قوى الاعتدال، ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار بموقف التيار الصدري وقناعته من أي حكومة يتم تشكيلها أو حتى الخطوات السياسية في المرحلة القادمة. لكن يبدو أن هنالك بعض القوى الجناح اليميني التي ما زالت، أقولها بكل وضوح، التي فشلت في إنتاج مشروع دولة وفشلت في تقديم أي مشروع ثقة للأطراف الأخرى، ما زالت تتحدث بشكل من أشكال التعالي وهي واهمة. في هذا الموضوع علينا أن نتذكر أن التيار الصدري اليوم لم يعد تيارا، ودعني أقول نتحدث عن السيد مقتدى الصدر حتى أكون أكثر دقة. اليوم السيد مقتدى الصدر لم يكن زعيما للتيار الصدري، هو زعيما وطنيا عراقيا حظى باحترام كل الجهات السياسية بعد موقفه الأخير القاسي والداني. الأهم من كل هذا وذاك أن المرجعية الدينية في النجف الأشرف كانت على تواصل معه في وقت أغلقت أبوابها أمام الطبقة السياسية التي اتهمتها بالفساد والمحسوبية طوال المرحلة السابقة. أستاذ دكتور عصام، يعني بالمرحلة الماضية السيد الصدر حافظ نوعا ما على قواعد الاشتباك مع الإطار التنسيقي لأنه يعني كسرها بالأسابيع الماضية بسبب تعنت الفريق الآخر. اليوم العودة من الشارع تعني يعني بعض التطمينات التي يمكن أن تكون قد وصلت للتيار الصدري، هل يمكن أن نقول أن هناك تطمينات حقيقية وتنازلات للجلوس إلى طاولة مفاوضات؟ يعني أنا أعتقد التيار الصدري، دعونا نذكر هنا مسألة أساسية، نتحدث عن كتلة لها وزن، وهذه الكتلة أنا أقول هي تعمل دائما بعنصر المفاجأة السياسية، هي يكاد يكون مواقفها صريحة وعلنية على النقيض من الأطراف الأخرى التي تعودت أن تسوق أفكار، إما أن تكون بالونات إعلامية أو أحيانا تموه الحقيقة. ولذلك من كان صريحا يعيش حالة من الاستقرار، ليس بالضرورة أن يعلن كل ما يتم في تحت يديه، ولكن من يكون أقول غير صادق غير واضح ويعيش حالة من القلق الوجودي. ودعونا نذكر الأحداث الأخيرة التي جرت يوم أمس أثبتت من هو القادر في الميدان. لا يوجد زعيم في العراق يستطيع أن يقدم أتباعه في ساعة ويسحبهم في ساعة. الآن كان من كل هذا وذاك القوى السياسية الأخرى، النصر الذي حققه سيد مقتدى الصدر في عملية السلام عرى الذين كانوا يقفون بالضد منه، الذين كانوا لا يملكون لا أتباع ولا مؤيدين، يعولون على بعض السلاح المنفلت من هنا وهناك، وبالمحصلة النهائية تم إسقاط ورقة التوت التي كانوا يغطون بها عورتهم في بعد أن فضحهم السيد مقتدى الصدر وأثبت أنه وطني من الطراز الأول. لا يهمه لا المناصب ولا الكراسي، يهمه عملية الاستقرار في العراق. شكرا لك دكتور عصام الفيلي أستاذ العلوم السياسية. مشاهدينا سنكمل
نكمل هذا الحوار خلال يعني هذه النشرة، ولكن منذ إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي وخروج المحتجين إلى الشارع في العراق، أحداث توالت وتطورات تلاحقت، فلنتابع. خلال 60 دقيقة إذا لم ينسحب حتى من الاعتصام أمام البرلمان فأنا أبرح حتى من التيار. قال الرئيس العراقي برهم صالح أن الحل الوحيد الذي يضمن الاستقرار في البلاد هو إجراء انتخابات مبكرة التي ستضمن الخروج من الأزمة الخانقة التي يشهدها العراق، والتي يجب أن تكون مرتبطة بفرض هيبة الدولة والحفاظ على استقلاليتها. فإن إجراء انتخابات جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجا للأزمة الخانقة في البلاد عوضا عن السجال السياسي والتصادم والتناحر، وأن تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين. فالانتخابات في نهاية المطاف ليس غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يضمن مشاركة واسعة للعراقيين في تحديد خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الإصلاح. ينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلاقات الدولية العراقية دكتور رائد العزاوي. دكتور رائد، منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين ويعني التيار الصدري وعودته إلى الحياة السياسية، حاول كسر التوازن السياسي الذي كان قائم بهذه بالفترة الماضية وأرسى معادلات جديدة داخل العراق. بالمرحلة الماضية أيضا الجانب الإيراني عبر الأذرع الموجودة هناك حاول كسر هذه المعادلة التي كرست، ورأينا كل البيانات الأخيرة والتعنت بكل المطالب لإخراج العراق من الأزمة التي يعني هو فيها. اليوم بظل هذه الصورة ومع تصريحات الحشد الأخيرة، هل يمكن إيجاد مخرج بين الأفرقاء السياسيين؟ تحية لك من مقامك الكريم سيدة ليال، سيدات الفضليات، السادة الأفاضل مشاهدي قناتكم الموقرة. الحقيقة نحن أمام حديث عن إيجاد مخارج للأزمة وليس مخرجا للأزمة. بالتأكيد لم يكن انسحاب السيد الصدر موقف شجاع جدا في وقت الأزمة وصلت إلى أعلى نقطة فيها، وكادت الأمور أن تذهب إلى ما لا يحمد عقباه، وبالتالي لم نستطع إلا القول بأنه هذا كان موقف يعني يحسب للسيد مقتدى الصدر. في المقابل نجد أنه مفاتيح حل هذه الأزمة مفاتيح صديئة للأسف الشديد، لا يوجد لدينا أدوات مع ضغط خارجي هو إيران بلا أدنى شك، وهذا الضغط الخارجي يلعب على أوتار متعددة وليس وترا واحدا. هو وضع يعني حجر آخر حجر أمام سيد مقتدى الصدر بالانسحاب كاظم الحائري، وأيضا وضع مجموعة من الاشتباكات المسلحة أو مشهد الاشتباكات المسلحة جرت يوم أمس بهدف إحداث أكبر خلل ممكن في المشهد. وصولا إلى حديث السيد الرئيس السيد برهم صالح وحديثه عن مبادرة حوار كان قد دعا لها السيد الكاظمي، هذه مبادرة الحوار مهمة جدا لو أن مفاعيل أو المتحاورون أنفسهم لديهم رغبة في الحوار. نعم. الكل يريد أن يستأثر بأكبر قدر ممكن من المغانم والاستفادة من هذا الحوار. حديث السيد برهم صالح يحتاج نفوس واعية، وهو أكد في ذلك أنه لا مكان أو لا يمكن حل الأزمة بدون أدوات لحل هذه الأزمة. هناك عندنا مشكلة بالدستور
الدستور، مادة 64 فيها مشكلة، عندنا المواد الأخرى فيها مشاكل، عندنا مشكلة المادة 72، عندنا مشكلة المادة 71، عندنا مشاكل متعددة. زيدي على ذلك أنه عندنا توغل السلطة القضائية في جسم السلطة التشريعية، والعكس صحيح، وأيضا قصر نظر القيادات الفاعلة في المجتمع العراقي باتجاه إيجاد حل لإصلاح الفساد الذي عم وضرب أطناب البلاد. دكتور، يعني بالتشعب الذي تحدثت عنه للمصالح الإيرانية، هناك استفادة أيضا اليوم لإيران من الموقف الأمريكي الذي يعتبر ليس منخرط بالحل نهائيا بالعراق، وأيضا لا يريد، يعني هناك أولوية للحفاظ على تصدير النفط على حساب الفوضى التي يمكن أن تحدث نتيجة التقاتل الداخلي. كيف يمكن لهذه النقطة تحديدا أن تؤثر على التمادي الإيراني هناك؟ بالتأكيد كلا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شركاء متضامنون بالمشهد العراقي، يعني يجب أن ننتبه لهذه النقطة. هؤلاء شركاء في المشهد، شركاء في الحالة التي وصل إليها العراق، مثلما هم شركاء أيضا في زعزعة بعض يعني إيجاد مناطق رخوة للنفوذ الإيراني. أحدثوا خللا في سوريا فدخلت إيران، أحدثوا خللا في غزة فدخلت إيران، أحدثوا خللا في اليمن فدخلت إيران، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وإيران شركاء متضامنون في مسألة في المشهد العراقي. لكن علينا أن ننتبه إلى أنه ما عادت اللعبة تنطلي على العراقيين بأنه إيران يمكن أن تكون عدوة لأمريكا، هي واحد. الشيء الآخر أنه بالمقابل إلى الآن لم يستدرك العقل الجمعي العراقي، العقل الجمعي السياسي العراقي، أنه هذه اللعبة التي تجري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هدفها هو إنهاك العراق وإبعاده عن ساحة العربية وإبعاده عن دور الإقليمي الذي يمكن أن يكون مؤثرا، وبالتالي كان الهدف بين الطرفين هو إنهاك العراق وجعل حديقة خلفية، والمقابل الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن يكون العراق، وبالتالي لا مبادرة خارجية حقيقية ممكن أن يعني تؤدي إلى حلحلة بالفترة المقبلة. شكرا لك دكتور رائد العزاوي، حدثتنا من القاهرة. مع تصاعد المشهد في العراق برز أحد أسباب الأزمات المتكررة التدخل الإيراني في العراق، المزيد عنه في التقرير التالي. منذ سقوط نظام صدام تزايد الدور الإيراني بأزمات العراق، ومع انسحاب القوات الأمريكية نهاية عام 2011 بات الدور الإيراني واضحا، سواء في تشكيل الأحزاب السياسية الموالية لها أو عبر دعم المجموعات المسلحة. فداخل البرلمان أصبح للأحزاب الموالية لإيران كلمة الفصل، أما على الأرض فتغلغلت إيران في أجهزة الدولة وخاصة العسكرية منها، وزاد هذا الدور مع إنشاء الحشد الشعبي الذي توالي فصائل منه إيران بشكل واضح. تقوى النفوذ الإيراني أكثر مع الصراعات الطائفية ومع سيطرة داعش على مناطق شاسعة في العراق. الحشد الشعبي لعب دورا كبيرا في طرد داعش من الموصل، ونشرت طهران قوات عسكرية ومستشارين ومدربين عسكريين، وتنفذ مقاتلاتها طلعات جوية على طول الشريط الحدودي مع العراق. حضور عسكري كان له تأثير كبير على الدور السياسي، تارة عبر تقديم الاستشارات حول العديد من القضايا، وتارة أخرى عبر لعب دور الوسيط بين الأحزاب المتناحرة. بالإضافة إلى ما حققته إيران من مكاسب بنشر أجندتها بالعراق، إلا أنها حققت مكاسب اقتصادية عبر تدفق رؤوس الأموال الإيرانية، تمكنت من خلالها من أن تكون شريكاً تجارياً رئيساً للعراق ومن أكبر المستثمرين فيه، إذ وصلت الاستثمارات الإيرانية في العراق إلى ما يقارب 12 مليار دولار. إلينا من بيروت الكاتب الصحفي مصطفى فحص. أستاذ مصطفى، سأبدأ من النقطة التي انتهى إليها التقرير، على ما يبدو فقدنا الاتصال بمصطفى، سنعود إليه فور جهوز الاتصال مجددا. مشاهدينا نتابع في 9 ولكن بعد قليل. لأول مرة تايبي تطلق أعيرة تحذيرية ضد مسيرة صينية، ورئيسة تايوان تدعو للتهدئة.
أهلا بكم من جديد. أعود إلى الموضوع الإيراني العراقي، وينضم إلي مجددا الكاتب الصحفي مصطفى فحص من بيروت. أستاذ مصطفى، يعني كنا نتحدث عن التوغل الإيراني في العراق، وكيف لطالما امتهنت إيران كسر التوازنات وفرض يعني الانقلابات بالقوة في العراق. اليوم أمام هذا المشهد وأمام الانسداد السياسي، كيف يمكن أن تكون الصورة في صورة الحل بالمرحلة المقبلة؟ مساء الخير. منذ تشكيل في المرحلة الانتقالية لمجلس الحكم، كانت إيران تتدخل في الوضع العراقي إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ومع الانسحاب الأمريكي توغلت الولايات المتحدة أكثر في هذا الموضوع، وبقيت مستمرة إلى درجة أنها تجاوزت التوازن مع الولايات المتحدة عندما استبعدت حيدر العبادي وفرضت على العراقيين والمجتمع الدولي عادل عبد المهدي لتكسر هذا التوازن لصالحها مع الولايات المتحدة. حتى انتفاضة تشرين كانت إيران تتحكم بكل خيوط اللعبة في العراق، وكان هناك غياب عربي وأقليمي ودولي بعدما خرجت الولايات المتحدة تقريبا، ولكن إيران كانت تملك التفاصيل في الاستراتيجية، كانت تشارك الولايات المتحدة، ولكن هي كانت تملك كل والشيطان، وهناك شياطين التفاصيل التي انفجرت بوجهها منذ انتفاضة تشرين إلى ما شاهدناه في وجهها في الأيام الأخيرة أو في الساعات الأخيرة قبل هذا الصباح. لذلك إعادة تقييم النفوذ الإيراني وقدرة إيران على امساك بالخيوط اللعب كافة الأطراف العراقية واللعب كما تريد لم يعد ممكنا. هناك وجهة وطنية عراقية جديدة، وإن كانت النخبة السياسية الموجودة حاليا التي تتمثل بها وتعمل على إبقائها هي الواجهة للسلطة الإيرانية لتمثيل المصالح الإيرانية في العراق، ولكن إيران تعاني من عدم قدرة هذه الطبقة السياسية على الاستمرار، كما أنها تعاني من رأي عام عراقي ونخب وطنية جديدة، وحتى إدارة في الدولة الإيرانية في الدولة العراقية لا تريد أن تحكم العراق في العداء لإيران، ولكنها تريد أن إيران أن تتعامل بندية وتحترم نظام ومصالح العراق. ولكن حتى هذه النخب القريبة من إيران الوطنية العراقية لا تلاقي ألنا صاغية في إيران، لأن العراق بالنسبة لإيران هي مجال حيوي تستفيد منه في عملية نفوذها الإقليمي. ما حدث في أمس أو اليوم صباحا مرشح للاستمرار، كما أن الانقسام الكبير بين العراقيين والإيرانيين سيزداد، وخصوصا الشيعة منهم. عندما تتحدث عن الانقسام وخصوصا بين الشيعة، يعني بالساعات وبالأشهر الماضية كل التحليلات تتحدث عن اقتتال شيعي شيعي، بينما ما يحصل تحديدا على الأرض يمكن وصفه باقتتال بين قسم من الشيعة الذين يمثلون امتداد العراق العربي، العراق كدولة، وجزء يعني أنت تعرف الجزء الثاني أين. هل كيف يمكن التوفيق بين هذين المكونين للخروج بحل بالمرحلة المقبلة؟ الحل إذا كان حل داخلي يحتاج إلى تنازلات شجاعة. خطاب الرئيس برهم صالح هو الثاني الملفت بعد خطابه التشريني الذي كان صريحا وواضحا ودعا الإطار إلى الحوار مع السيد الصدر. نحن أمام ثلاث أقسام شيعية، قسم الجمهور التياري وسياسته، جمهور الإطار وسياسته، ولكن هناك جمهور عام الفضاء العام التشريني هو الأقوى بين الجمهورين. الآن هناك نخب سياسية من الصعب لحمة العلاقة بينهما، لأنه الآن الانفصال تعمد بالدم، كما أن رؤية الصدر تختلف عن رؤية الإطار، وقدرة إيران وقدرة المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي على إعادة بناء الثقة بينهما مستحيلة. هناك أزمة فعلية بينهما، وهذا يوضح حجم الأزمة الإيرانية. إيران حصرت وجودها الشيعي ضمن الإطاريين. الإطاريين الآن جماهيريا وتنفيذيا أقله هناك محاصرون بمجموعة
ببيئة شيعية ولائية. الجمهور الأكبر للتيار والأكبر الأوسع هو تشريني أو يعترض على الاثنين معا. أزمة إيران بعدم قدرتها على احتواء مقتدى وعدم قدرتها على تعويم الموالين لها. لذلك أستطيع القول بأن ليست مصالح بمعنى مصالح إيران الاستراتيجية مهددة في إيران. العراق يضمن دائما مصالح إيران الاستراتيجية. أي حكومة في العراق ستضمن مصالح إيران الاستراتيجية. ولكن ما وصفته بالتوغل الإيراني باحتكار بتبديد الهوية الوطنية باحتكار الموقف الشيعي هو ما يختصر الوطني الواقع. لم يعد ممكنا ولم يعد ممكنا للإطار التنسيقي أن يمثل هذا المستوى الإيراني، لأنه هو أيضا بحاجة إلى من يعيد إنتاجه من جديد. وفي الإطار أعتذر على المقاطعة. لا يمكن ولكن الوقت انتهى. شكرا لك الكاتب الصحفي مصطفى فحص، حدثتنا من بيروت. أعلنت البحرية الأمريكية إحباط محاولة إيرانية للاستيلاء على سفينة غير مأهولة في مياه الخليج. وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في بيان إن الأسطول الخامس الأمريكي رصد سفينة تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي تسحب السفينة غير المأهولة في محاولة لاحتجازها، مشيرة إلى أن هذا السلوك غير مبرر. ووصف قائد القيادة المركزية الأمريكية محاولة الحرس الثوري لاحتجاز السفينة بأنها دليل على استمرار إيران في زعزعة الاستقرار والنشاط غير القانوني وغير المهني في الشرق الأوسط. ثلث البلاد مغمور بالمياه والملايين المتضررين، أرقام مخيفة خلفتها الفيضانات في باكستان، أرقام بشرية وأخرى مادية بغض النظر عن حجم المعاناة النفسية أيضا للسكان. أكثر من 1135 شخصا قتلوا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية التي تحولت إلى فيضانات وكوارث جعلت الباكستانيين يأنون تحت وطأتها. فيضانات لم تشهدها البلاد منذ سنين طويلة تسببت بتغيير ملامح البيئة وطبيعة البلاد وتضاريسها التي غمرتها المياه كما سنشاهدها مشاهدينا في هذه الصور. كارثة استدعت تدخل الجيش الباكستاني لإنقاذ وإغاثة العالقين كما سنشاهد على هذه الشاشة بالقوارب في بعض الأماكن وبالمروحيات في أماكن أخرى من البلاد كما نشاهد هنا. هذه الكارثة حلت بباكستان، كارثة كبيرة مقارنة بحجم هذا البلاد الذي بات ثلثه مغمور تحت المياه وأكثر من 33 مليون باكستاني تضرروا وتأثروا جراء هذه الفيضانات. تقول هنا وزيرة شؤون المناخ في باكستان، فلنسمع لها. Right now, one third of Pakistan is underwater and 33 million are affected. Please tell me how that is not catastrophic. That is the size of a small country. Many are still in place where we can't reach them. I think after 8 weeks of unrelenting monsoon torrential downpours, we now have the River Indus from the Kabul side bursting forth, and we have a perfect storm between the north and the south. الخسائر المادية بلغت نحو 10 مليارات دولار فيما تضرر جزء كبير من البنى التحتية في باكستان، بينها 146 جسرا تسببت بتقطيع أوصال البلاد. Roads have been ripped apart, 146 bridges, some built back after the great 2010 super flood, have been, they've all broken down, not the rickety ones. We're seeing huge, steel bridges built much higher, built back better after 2010, all taken down. الفيضانات خفت بنسبة كبيرة أو خفت وتوقفت في بعض المناطق لتخلق شيئا من الارتياح لدى السكان، غير أن الارتياح إزاء إيجاد بر أمان تحول إلى يأس بالنسبة لكثيرين اضطروا للمكوث في ملاجئ مؤقتة بمدارس وقواعد عسكرية وعلى الطرق كما سنتابع بهذه الصور المؤثرة.
من إسلام أباد ينضم إلينا السفير السابق جويد حفيظ. سعادة السفير، يعني أمام هذه الكارثة الطبيعية والإنسانية، كيف يمكن الحديث ونقل الصورة من هناك؟ فعلا هذه هي كارثة كبيرة جدا، نشهد الدمار وسلطة البلاد كما قلتم غارقة في المياه، وهناك دمار من الشمال إلى جنوب، ورأينا زهرتين، يعني أولا ذوبان الجليد في الشمال أدى إلى الفيضان في نهر السند، وما زاد بلة هو الفيضان من نهر في نهر كابل الذي يأتي من أفغانستان. نعم. وهو في سند كان هطول الأمطار 8 أضعاف هذه السنة. فكل هذا هو يعني من جراء تغيير المناخي الذي نشهد في باكستان وفي بلدان كثيرة من باكستان إلى السودان. نعم. إلى سعادة السفير، يعني هناك الآلاف من الأمطار ومن المحاصيل الزراعية التي دمرت بالكامل والتي يعني غرقت بالكامل بسبب هذه السيول، هل تتوقعون أزمة غذاء بالفترة المقبلة وكيف هي الصورة بالفترة المقبلة؟ نعم، هو محتمل، يعني المحصول الأكبر الذي دمر فيها من جراء هذه الفيضانات هو قطن، يعني وهو ليس المحصول يعني غذائي، ويبدأ موسم زراعة القمح بعد تقريبا شهرين من الآن، فرغم أن هناك الآن نرى النقص في غذاء في المواد الغذائية مثل الخضروات، ولكن يعني الموسم القمح حتى الآن لم يأتي، ولكن القطن، فصل القطن وهو يعني أكبر ناتج لباكستان، وفعلا هناك خسائر كبيرة، مصدر دخل، نعم مصدر دخل الاقتصاد الباكستاني. بالحديث عن الناحية المالية، صندوق النقد وافق على صرف يعني إعانات إضافية أو مبالغ إضافية لباكستان، اليوم بظل كل الإمكانات التي تملكها الدولة، هل تستطيع يعني القيام بالواجبات الكاملة تجاه السكان، أم تطلقون صرخة جديدة للمجتمع الدولي للمساندة بهذه الأزمة؟ فعلا حكومة باكستان هي تبذل كل الجهود لإيواء الناس في كل الأقاليم باكستان، ولكن أيضا الحكومة الباكستانية دعت المجتمع الدولي للإغاثة، وأيضا سكرتير عام للأمم المتحدة هو أيضا دعا المجتمع الدولي والدول لمساندة باكستان بقدر 150 مليون دولار. نعم. ولكن هذا لا يكفي، ولكن الحكومة هي تبذل كل الجهود. نعم. نحن سوف نجتاز هذه المشكلة، ولكن مشكلة كبيرة جدا. نعم، كارثة كبيرة جدا. شكرا لك سعادة السفير جويد حفيظ، حدثتنا من إسلام أباد. المسألة. شددت رئيسة تايوان على ضرورة التزام تايوان بضبط النفس على الرغم من الضغوط اليومية من الصين. كلما زاد استفزاز العدو يجب أن نكون أكثر هدوءاً، لن نزود الطرف الآخر بذرائع لإثارة الصراع، لن نثير الخلافات، وسنمارس ضبط النفس، لكن هذا لا يعني أننا لن نفعل ذلك. وكانت تايوان قد أطلقت أعيرة تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حلقت فوق جزيرة صينية تسيطر عليها تايوان بالقرب من الساحل الصيني، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرة عادت إلى الصين بعد إطلاق الأعيرة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أعيرة نارية تحذيرية ضد طائرة صينية. في التاسعة ولكن بعد قليل،
خلاف أوروبي بشأن حرمان روسيا من التأشيرات، وألمانيا تقترح تسوية. أهلا بكم من جديد. توجه وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية برئاسة مديرها العام رافائيل غروسي من كييف إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا. وقال غروسي قبل ساعات من وصوله إلى زابوريجيا في تغريدة له إن البعثة ستعمل على حماية أمن أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا ومنع خطر فعلي بوقوع كارثة نووية. وكانت محطة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا تعرضت لضربات في الأسابيع الأخيرة أثارت مخاوف من وقوع حادث نووي كبير. وأخيرا انطلقت المعركة التي طال انتظارها، معركة استعادة الجنوب الأوكراني، حيث بدأ الجيش الأوكراني بهجومه المضاد في محاولة لاختراق نقاط التفتيش للجيش الروسي في خيرسون الجنوبية. وأعلنت كييف نجاح تلك بعض الاختراقات. وأكد وزير الدفاع الأوكراني أن قوات بلاده تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لعبور نهر دنيبرو وإمداد قواتها في منطقة خيرسون. فعالية هذا الهجوم الأوكراني المضاد أشارت إليه الدفاع البريطانية بتأكيدها على أن الجانب الأوكراني صعد من معدل القصف المدفعي الدقيق لتعطيل خطوط الإمداد الروسية في الجنوب. على الجانب الآخر قالت الدفاع الروسي أن الهجوم الأوكراني فشل بعد تكبد كييف خسائر كبيرة في العدة والعتاد حسب التصريحات القادمة من موسكو. سلاح الجو الروسي هاجم مستودع ذخيرة للجيش الأوكراني في منطقة خيرسون باستخدام أسلحته الموجهة بدقة، كما اعترضنا العديد من صواريخ هايمارس وصواريخ باليستية في منطقة خيرسون. ينضم إلينا من موسكو فيتشسلاف ماتازوف الدبلوماسي السابق. أستاذ ماتازوف، يعني أمام أهمية هذه المنطقة استراتيجيا وعسكريا وقربها من القرم، يعني كيف ستتعاطى القوات الروسية مع البدء الأوكراني بهذا الهجوم المضاد، خصوصا وأن الغرب يعني يشجع على هذا الموضوع لا بل يرسل المزيد من الأسلحة؟ أولاً، أن هذا هجوم المعاكس لا شك أن هذا عملية إعلامية أكثر وسياسية أكثر من أهميتها العسكرية، لأن حسب معلومات توفرت لي مثلاً شخصياً من مصادر غير رسمية ليست من مصدر كوناشينكو، أن هناك خلال محاولة هجوم المعاكس خسائر الجيش الأوكراني تتجاوز 1200 جندي خلال عدة ساعات. وبعض المصادر أخرى تقول أن هناك خسائر بين 500 إلى 600 فقط. لذلك في أثناء المعارك كل طرف من طرفين تعمل تقارير لشان يدعموا معنوياً الجيش المقاتل، هذا شيء طبيعياً خلال الحرب. ولكن خبراء العسكر الروس على مستوى أركان الحرب الروسية تؤكد أن ما تقدم جيش أوكراني ولا أي كيلومتر. لذلك كله دمروا عند الدخول إلى منطقة خط الالتماس، ما وصلوا إلى الالتماس المباشر مع قوات روسية. هذا هي موقف الروسي. نعم أستاذ، يعني على المقلب الآخر، ما بدأ منذ بدء هذه العملية العسكرية ما وصفته موسكو بالروسوفوبيا يكمل اليوم عبر موضوع التأشيرات وعدم منح التأشيرات من قبل الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس. هناك انقسام داخل الاتحاد الأوروبي كما هو معلوم، الموقف الفرنسي والألماني من كل الأزمة تغير في الفترة الماضية. كيف ممكن أن ترد موسكو على هذه الخطوة، وهل ستؤثر على يعني شعبيا وتنعكس في الداخل الروسي؟ طبعا أنا أفهم لماذا المجتمع الأوروبي منقسم، ولكن لا أستطيع أن أقول نفس الشيء عن المجتمع الروسي، لأن روسيا ليست لديها مثل، فقط فئة صغيرة من الروس حوالي يعني أغنياء الذين عندهم بيوت و
يعني أموال في الدول الغربية، يمكن هم تأثروا بهذا القرار الأوروبي أو أمريكي. أما أغلبية السكان لا يهتم كثيرا من هذه تأشيرات الدخول إلى أوروبا. وبالتالي نحن نتحدث عن قرار عديم الفاعلية داخل روسيا بحسب ما تقول. شكرا لك أستاذ فيتسلاج ماتازوف الدبلوماسي السابق، حدثنا من موسكو. سلمت طهران موسكو الدفعة الأولى من نوعين من الطائرات العسكرية من دون طيار هذا الشهر كجزء من طلب أكبر يبلغ مجموعه مئات من آلات الحرب الجوية، وفقا لمستشار في الحكومة الإيرانية ومسؤولين في الإدارة الأمريكية. ووفرت إيران لروسيا سلسلة من الطائرات المسيرة من نوع مهاجر 6 التي لديها القدرة على القيام بمهام المراقبة والاستطلاع. أما النوع الثاني فهو من سلسلة شاهد والتي تعتبر من أقوى المسيرات الإيرانية، وبهذا الصدد يتلقى المشغلون الروس تدريبات مكثفة لتشغيلها. عملية النقل تمت من مطار في إيران عبر طائرات نقل روسية لتتوجه بعد ذلك إلى روسيا، ولكن الشحنة الأولى من المسيرات التي قدمتها إيران كما أكد المسؤولون الأمريكيون كانت تحتوي على مسيرات فيها مشاكل تقنية. روسيا يمكن أن تنشر الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع في حربها ضد أوكرانيا لشن هجمات جو أرض وتنفيذ حرب إلكترونية وتحديد الأهداف وفق مسؤولين أمريكيين. طبعا إيران بدورها أكدت أنها لن تزود أي من طرفي الصراع بالمعدات العسكرية، لكنها أعلنت أن صفقة المسيرات مع روسيا كانت جزءا من اتفاق عسكري سابق وسبق الحرب في أوكرانيا. هذه الصفقة تعتبر جزءا من استراتيجية طهران للتركيز على تشكيل شراكات اقتصادية استراتيجية مع كل من الصين وروسيا وشراكات أمنية مع روسيا. في هذا الإطار قدمت إيران مسيرات مقاتلة للميليشيات التابعة لها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان وغزة، ما يساهم في تقويض استقرار المنطقة وفق الإدارة الأمريكية. حرب تأشيرات اندلعت بين روسيا والاتحاد الأوروبي مؤخرا، إذ حذر الكرملين من أن روسيا سترد بقوة إذا قرر الاتحاد الأوروبي تعليق منح تأشيرات دخول الروس ردا على حرب موسكو ضد كييف. ويأتي هذا التحذير بينما تريد بعض الدول منع السياح الروس من دخول أوروبا، بينما تفضل دول أخرى كألمانيا وفرنسا إجراءات أخف، ما يعني وجود خلاف أوروبي على هذه النقطة. وسيكون هذا النقاش في قلب المحادثات بين وزراء الخارجية الأوروبية الذين يجتمعون اليوم وغدا في براغ. نعلم أن هناك وجهات نظر مختلفة بين الأوروبيين حول هذا الموضوع، لكننا سنتابع ذلك عن كثب. هذه قرارات خطيرة للغاية ويمكن أن تستهدف مواطنينا، وبالطبع لا يمكن ترك مثل هذه القرارات دون رد. أعلن مجلس الإدارة في شركة جوجل أنه لم يوافق بعد على تطبيق الخاص بأندرويد لتروث سوشيال للتوزيع عبر متجر جوجل بلاي الخاص بالشركة بسبب عدم كفاية الإشراف على المحتوى. وأشارت إدارة جوجل إلى أن القرار المتعلق بتروث سوشيال للتوزيع عبر متجر جوجل مرتبط بوجود أنظمة فعالة للإشراف على المحتوى الذي ينشئه المستخدم، والذي تراه شرط ضروري من شروط الخدمة لأي تطبيق انطلق مباشرة على جوجل بلاي. طالب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة منصبه كرئيس شرعي أو إجراء انتخابات جديدة على الفور، وذلك بعد أنباء تفيد بأن فيسبوك قد حدت من انتشار قصة مثيرة للجدل حول جهاز كمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن ناجل الرئيس الأمريكي جو بايدن في موجز أخبار المستخدمين في عام 2020 وفق صحيفة إنسايدر. وشدد ترامب على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي دفن قصة بايدن
قبل الانتخابات، معتبرا أنه في حال عدم تغطية القضية لكان فاز بسهولة كبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن هذا الأمر يبرهن أن الانتخابات الأخيرة زورت وتم اختراقها وهذا لم يحصل في تاريخ البلاد. وكان فيسبوك قد سمح للمستخدمين بمشاركة القصة ولكنها حظرت أو ظهرت بشكل أقل في خلاصة أخبار الأشخاص، لذلك تمت مشاهدتها بشكل أقل. بشرى سارة لمحبي الشباب الدائم، والسر يكمن بقناديل البحر. كشفت دراسة أن الحمض النووي المأخوذ من قناديل البحر يمكن أن يؤخر عملية الشيخوخة ويجدد خلايا البشرة من جديد، وفق ما نشرته صحيفة الاندبندنت. ويعتقد الباحثون أن نوعا من قنديل البحر يمكنه عكس عملية الشيخوخة، ولديه مفاتيح لفهم شيخوخة الإنسان وريادة أنواع جديدة من الأدوية. ووجد العلماء أن قنديل البحر لديه ضعف عدد الجينات المرتبطة بإصلاح الحمض النووي وحمايته، ولديه طفرات سمحت بإعاقة انقسام الخلايا من الانكسار. بدأ سباق الفضاء على الهواتف المحمولة بعدما أعلن الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لشركة تسلا وتي موبايل وغيرها من شركات الأقمار الصناعية التنافس على تغطية خدمة الهاتف الخلوي من الفضاء. وستوفر هذه الخدمة تغطية أكبر وأكثر ثقة لملايين من الأشخاص، وتحديدا في المناطق النائية، كما أنها ستساعد على إيجاد أي شخص ضل طريقه أو فقد الاتصال به على العثور عليه بسهولة. ننهي مشاهدينا بهذا التقرير. أن تكون عصريا فيعني أن تواكب المتغيرات، ويبدو أن التغيير عن الغضب والاحتجاج اتخذ قالبا عصريا أيضا. شاهدنا ذلك مؤخرا في سريلانكا والآن العراق، من الساحات إلى المسامح. لطالما ارتبط النهب بالشغب، بل ربما كان ذلك انعكاساً حقيقياً لمرآة الفوضى حين يعيش بلد ثورة أو مظاهرات عارمة. كان ذلك شغب زمان ومظاهرات زمان وثورات زمان نتذكرها وقت احتجاجات هايتي وعند سقوط بغداد، حيث مشاهد المحتجين المحملين بما خف وزنه وغلى ثمنه لا تزال راسخة في شريط الذاكرة. ولكن يبدو أن الغضب واكب العصر أيضاً، وأصبحت الاحتجاجات عصرية كذلك، وصار المحتجون بحاجة إلى قسط من الراحة والاستجمام وربما غطسة في بركة السباحة للترفيه عن أنفسهم وإطفاء نار غضبهم. مشهد المحتجين في العراق الذين اقتحموا القصر الجمهوري في بغداد وقضوا وقتاً ممتعاً في مسبح القصر ومياهه المنعشة استدعى الوقوف عنده. طبعاً الإنسان في داخله أحياناً الغضب والكر والشعور بأنه هو مهضوم حقه، هذه تطلع إحنا نسميها في علم النفس اللي هو سيلف بروجكشن، اللي هو الإسقاط على الآخرين أو الإسقاط على شيء أنا أقدر أسيطر عليه، وبالتالي أغيظ الآخر بطريقة نسميها الباسيف أجرسيف اللي هي السلبية، لكن تغيظ الشخص الآخر. فالمشهد تكرر قبل أسابيع قليلة في سريلانكا التي شهدت تظاهرات عارمة أرغمت الرئيس على الفرار، فتحول قصره سكناً ومنتجعاً للجماهير الغفيرة ومزاراً سياحياً لطوابير من الشعب الثائر الزائر. هدف منها أنه رسالة للشخص اللي هرب اللي هو الرئيس حقهم، أنه إحنا ترى وصلنا إلى مرحلة أنه إحنا نسيطرنا على المكان اللي أنت كنت تستمتع فيه وحطمناه كي لا تستمتع فيه، لكن احنا كما كسرنا هذا القصر نقدر نوصل ونكسرك. فهذه هي الرسالة، وهي رفع القلق والتوتر لدى الشخص الآخر انه انت ما انت انسان تتشب ولا انت تتشب، انت نقدر نوصل لك. مشاهد الاستيلاء كانت واحدة، وان اختلف صاحب الحق عن صاحب البطش والقوة، فحركة طالبان استولت قبل عام على الحكم في افغانستان دون ما مقاومة او ثورة، وأقيم حفل الاستيلاء في المرافق العامة والصالات الرياضية ومدن الملاهي، وهذا أيضاً كان استيلاءً عصرياً على الحكم واللعب.
سماح سيد العربية. قبل العناوين مشاهدينا نذكر ببعض العواجل التي وردت قبل قليل. رئيس دونياسكا الانفصالية يقول للعربية بأن كييف لا تريد لفريق الوكالة الدولية الوصول لمحطة زابوريجيا، وأيضا يقول بأن استهداف كييف لخزانات وقود محطة زابوريجيا قد يتسبب بكارثة. رئيس دونياسكا الانفصالية أيضا قال بأن التقدم العسكري يجري ببطء بسبب الدعم الكبير لأوكرانيا. نهاية التاسعة مع العناوين. في كلمة الدقائق الست، الصدر ينزع فتيل التدهور في العراق ويحذر أنصاره من التماثل بميليشيات وصفها بالوقحة. لكن جديدة مبكرة وفق تفاهم وطني. الرئيس العراقي يدعو لانتخابات مبكرة كمخرج للأزمة ويطالب الإطار التنسيقي بالتواصل مع الصدر. البحرية الأمريكية تحبط محاولة إيرانية للسيطرة على سفينة في الخليج وتصف تصرفات الحرس الثوري بالصارخة. والمياه تحول باكستان إلى بحر واسع وتكاليف إعادة البناء 10 مليارات دولار.